كل مقادير حلقتنا من طلبات مارت توصلك في 20 دقيقة بعروض وخصومات حصرية. نزل أبليكيشن طلبات واطلب دلوقتي. مساء الخير على كل مستمعي نجوم اف ام، اهلا بيكم حلقه جديده من نجوم زاست. هنعمل النهارده رز باللبن والمستكه وفخده ضاني على الهادي. هنبتدي بالرز باللبن والمستكه. هنغسل الرز كويس جدا، وبعدين هنحطه في حله متوسطه وهنغطيه بميه لحد ما يكون مستوى الميه اعلى من الرز بحوالي 5 سنتيمتر. هنحط الحله على نار عاليه، واول ما تغلي هنضيف المستكه المطحونه ونسيب الرز يغلي حوالي تلت ساعة لحد ما المية تقل خالص وتدخل. هنا بقى هنزود اللبن ونسيبه يغلي على نار هادية لحد ما الرز يستوي خالص، وده هياخد حوالي ربع ساعة كمان. بعديها هنطفي النار وهنزود علبة لبن مكثف ونقلبه كويس ونصبه في بايركس كبير. هندخل الصينية في الفرن ويكون متسخن على 200 درجة مئوية، وهنسيبه حوالي 45 دقيقة. تاني وصفة معانا النهاردة وهي فخدة ضاني على الهادي. نفرم بصلتين ونبشر عليهم جزرتين كبار وأربع فصوص ثوم ناعم جداً، مستكة مطحونة، فلفل أسود، حبهان مطحون، بهارات وملح. هنقلب كله كويس جداً ونحط كله على الفخدة ونوزعها كويس. ونغطي صينية بفويل ونحطها في الفرن وننساها خالص لمدة 4 ساعات. بعد كده هنشيل الفويل ونسيبها تستوي مكشوفة لمدة 3-4 ساعات كمان، بس لازم نبص عليها كل ساعة ونسقسقها بميتها. وأخيراً هنطلع الفخدة من الفرن ونقدمها على طول وبالهنا والشفا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وهشوفكوا بكرة نفس الميعاد وحلقة جديدة من نجوم زاست على نجوم اف ام. باي باي.